السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موقع فوتوكينز. تكملة لهذه التدوينة سنقوم الآن إن شاء الله بتوضيح الطريقة كيف نقوم بالضبط بإزالة الخلفية ذات اللون الرمادي، وكيف نقوم بجعل هذه الخلفية بلون أبيض ناصع. بداية نقوم باستخدام أداة التحديد التالية، ونبدأ بتحديد الصورة بهذه الطريقة، طبعا بشكل تقريبي. الآن بعد الانتهاء نضغط على كليك يمين، ثم نختار Select Inverse، والآن سنقوم بملء هذه المساحة باللون الأبيض، طبعا المساحة المحيطة بالصورة، ليست هذه المساحة وإنما المساحة الخارجية. نختار الآن الفرشاة المناسبة، البراش تول، طبعا نختار الحجم المناسب، نختار من هنا اللون الأبيض، ونبدأ بإضافة اللون الأبيض إلى الخلفية. نلاحظ أن اللون الأبيض لا يغطي الصورة، وإنما يغطي فقط الجزء الذي قمنا الآن بتحديده. أوكي، كليك يمين، ديسليكت. أوكي، الآن نلاحظ أنه توجد لدينا ثمة مشكلة بسيطة، نكبر الصورة لنرى المشكلة بالضبط. المشكلة أن اللون الرمادي لا زال يحيط بالصورة، هذا هو اللون الرمادي كما تشاهدون. الآن لإزالة هذا اللون بدون أن نحذف أجزاء من الصورة، سوف نستخدم أداة الدوج تول، هذه هي الأداة دوج تول. نختار الفرشاة المناسبة، أفضل أن تكون فرشاة بهذا الشكل، نحدد المقاس المناسب، من القائمة المنسدلة نختار Highlights، ومن الإكسبوجر نحدد القيمة 10%، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. ثم نبدأ الآن بإزالة اللون الرمادي. نلاحظ أن اللون الرمادي يتحول إلى أبيض بدون أن نحذف أي جزء من الصورة، طبعا ونستمر بهذه الطريقة. الطريقة سهلة، لا تحتاج إلى مهارات خاصة، ولكن تحتاج إلى القليل من الصبر حتى تكون النتيجة يعني مرضية وبدون أن نحذف أي جزء من الصورة. استمر إذن بالعمل. نور زار الأرض وأفشى سرا ثم أضاء، ومضى يربط كل قلوب العالم بالأجواء. عشقته عيون وانتظرت ليكون يكون، كم عشقته عيون وانتظرت ليكون. فإذا دنيانا المقهورة تزهو بالآلام، جاء يبشر بالأنوار وبالحب ينادي، منهجه وسطي سلما أو يوم جهادي، جاء يبشر
جنت شيخا مذعورا وامرأة عزلا. بهذا نكون انتهينا تقريبا. الآن يمكن إجراء أي تعديل على الصورة، تحسين الألوان، تحسين الدقة للحصول على النتيجة المناسبة. تم الدرس، أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس. نراكم في دروس قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.